قبل ما نبداو هذا الفيديو هاي ليكم المدونه الجديده نتاعنا، تلقاو الرابط نتاعها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. نتمنى منكم خاوتي تزوروها يوميا وغادي تلقاوها، وغادي تلقاو فيها مليون فصاعدا غير جديد خاوتي. واللي ماهوش مابوني في الانستغرام تاعنا يدخلي ابوني، لقى الرابط اسفل الفيديو في الديسكريبشن هو والمدونه نتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الكريم من الجزائر. وفي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا اسعار هواتف شاومي في بيلفور الجزائر. اذا كنت جديد ما تنساش تشترك وتفعل الجرس ودير نعجب الفيديو باش تحفزنا ونبارطاجيو لكم غير جديد. بلا ما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركه الله. عندنا اول هاتف الذي هو شاومي المي ا 3 بلاك نسخه 4 مقابل 64 جيجا بايت، يجي بسعر 29500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا شاومي ريدمي 8 نسخه 4 مقابل 64 جيجا بايت، يجي بسعر 26500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8 نسخه 4 مقابل 64 جيجا بايت، يجي بسعر 32500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي نوت 8 برو النسخه 6 مقابل 128 جيجا بايت، يجي بسعر 43500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا المي نافتي برو النسخه 6 مقابل 64 جيجا بايت، يجي بسعر 61000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي نوت 7 النسخه 4 مقابل 128 جيجا بايت، يجينا بسعر 35000 دينار جزائري. الهاتف الاخر معنا عندنا الريدمي نوت 7 برو النسخه 6 مقابل 128 جيجا بايت، يجينا بسعر 41000 دينار جزائري. لي فيرسيون كامل تاع هذو الهواتف اللي تكلمنا عليهم هما جلوبال، البيع بالضمان خاوتي، التوصيل مجاني في العاصمه عند صفحه اكسبرس فون، تلقاو الرابط نتاعها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. وبالمناسبه لتوصيل عندنا بومر داستي بازا مقابل 50000، والتوصيل متوفر لباقي الولايات مقابل 100000 دفع عن طريق سي سي بي. غادي تلقاو الرقم نتاع صاحب هذه الصفحه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. المهم المحل اسمه كوثر فون، جاي في البيلفور. كيما شفنا الاسعار في المعقول وما تلقاوش كيفهم، انا ننصحكم تشريو من عند هذا المحل ولا تروحوا تكونتاكتيو هذه الصفحه. كيما قلنا تلقاو الرابط نتاعها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. ما تنساوش ديرونا جيم باش تحفزونا وبارطاجيو لكم غير جديد. تلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.